أتيت للولايات المتحدة الأمريكية في 1990. كان عمري في الوقت ده لا يتجاوز 18 سنة. أنا ابن لعمدة القرية. الاتجاه من الريتيل أو الصيدليات اللي بتبقى يعني زي الصيدليات اللي موجودة في شوارعنا للتوزيع مختلف جدا، لأنه بيحتاج علاقات وبيحتاج تعاقدات وبيحتاج إمكانيات. 5 4 3 2 1. أنا جيت أمريكا عن طريق الـ YMCA. دربت باسكت بول هنا في الـ YMCA سيلفر باي في ليك جورج نيويورك، تبعد عن نيويورك سيتي بنحو 6 ساعات. أنا اسمي جوزيه بوتروس وأنا خبير ضرائب في نيويورك ورئيس مجلس إدارة The Stonehouse Group of Restaurant و Real Estate. أنا كنت رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للخدمات الاجتماعية. طبعا وجودي أنا في نيويورك فلسطيني، وكما ذكرت سابقا يعني أعداد اليهود هنا أعداد كبيرة جدا. أولا أنا لا أخفي جنسيتي أينما أذهب، وأقول أنا فلسطيني عربي من أصول فلسطينية. صحيح أنا أمريكي، ولكن أنا فلسطيني أمريكي. المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون تحت شعار نيويورك تتكلم عربي من قلب ميدان التايم سكوير تنطلق دورة الأحلام.